هنتكلم عن بنك دبي الإسلامي. احنا أصدرنا تقرير بدء التغطية لبنك دبي الإسلامي، حددنا التوصية بتاعتنا بالشراء درجة مخاطر متوسطة. السعر المستهدف للسهم كان 6.9 درهم. احنا استعملنا طريقتين للتقييم، طريقة العائد الإضافي ادانا سعر مستهدف 7 درهم. الطريقة الثانية اللي استعملناها كانت الـ Warranted Equity Method، دي ادت لنا السعر المستهدف 6 درهم. أخدنا الأفريج بتاعهم أو متوسط الطريقتين دول، فادت لنا التارجت برايس بتاعنا اللي هو 6.9 درهم. زودنا عليه ال 6.9 درهم، ده مضاف إليه التوزيع المتوقع ل 2016، ده يدينا عائد متوقع تقريبا 27%. احنا بنوصي بشراء السهم ده لأكتر من سبب. البنك دبي الإسلامي هو أكبر بنك إسلامي في الإمارات، بيستحوذ على 40% من الأسيتس بتاعت البنوك الإسلامية في الإمارات. وبرضه هو بالنسبة بقى للإمارات ككل، يعني إسلامك وكونفنشنال بانكس، البنك الدبي الإسلامي بيستحوذ على 7% من كماركت شير من القروض بتاعت الإمارات ككل، وبيستحوذ على 8% من الودائع بتاعت السيكتور دوت في الإمارات. معدل النمو السنوي المركب لل5 سنين اللي فاتوا بالنسبة لبنك دبي الإسلامي كان 11% مقارنة بحوالي 7% للقطاع. ده برضو يخلينا نقول إن احنا متوقعين إن معدل النمو السنوي المركب لل6 سنين الجاية، الفترة من 2015 ل 2021، يعني هيفضل برضو معدل النمو برضو أعلى من القطاع، متوقعين إن هو يبقى الكاجر أو معدل النمو السنوي للقطاع هيفضل أقل برضو من بنك دبي الإسلامي، هيبقى 9 من 10 للبنك دبي الإسلامي مقارنة ب6% للقطاع. بنك دبي الإسلامي هو 65% من القروض بتاعته بيقدمها للشركات، وال35% الباقية بيقدمها للأفراد. أكبر بنك عنده سيولة ممكن يقدمها للأفراد أو للشركات، وده بيظهر لنا من خلال نسبة القروض للودائع، إن هو عنده النسبة دي قليلة جدا بالنسبة للسيكتور، هي 88% مقارنة بحوالي 94% للقطاع. ده بيخليه واخد بوزيشن كويس ان هو يقدر يبقى فيه جروس فرص للنمو بالنسبة للبنك في الفترة اللي جاية، ان هو عنده سيولة كبيرة جدا مقارنة ببقية البنوك الموجودة في الإمارات. ده برضو يخليه ان هو يعني ممكن يدخل في اي ميرجرز او اكوزيشنز في الفترة الجاية. ده برضو في ظل ان بقية البنوك الموجودة في الامارات عندها مشكلة في السيولة، زي ما شفنا بسبب انخفاض اسعار الاويل في الفترة اللي فاتت، فده مخلي ان البنوك معظمها ما عندهاش ليكويديتي كافية انها تقدم قروض للشركات والأفراد. فمعظم بنوك الإمارات زي ما شفنا بتحاول إنها تصدر صكوك في الفترة اللي فاتت، فإحنا متوقعين إن بنك دبي الإسلامي يبقى متفوق عن بقية البنوك في الناحية دي، لأن هو عنده نسبة القروض للودائع قليلة، ودي ميزة للبنك.